هواي ما عينا الا الجيش بيطلعوا طبعا في مشاو في لندن جيش كمان ودخلوا على اولاد الروضه وضربوا قنبلتين غاز طبعا حاولنا قدر الامكان ان نبعد الاطفال عن الغاز وندخلهم جوا بس يعني مهما حاولنا الغاز كمان دخل جوا الروضه وتسرب على الاطفال كمان كان في حالات اختناق بسيطة بس حاولنا معالجتها غير انه احنا تضررنا كمان طبعا في معلمة من المعلمات على اساس انها تتفادى هذا الموضوع حملت قنابل الغاز والقتها على الشارع الثاني ميت غاز والولاد صاروا عيطوا وخافوا ها شو سووا الجيش كمان ضربوا غاز خفتوا منهم؟ والولاد صاروا يعيطوا وخافوا؟ طبعا ولاد الحرام اخ بهجة الشهدة عبد العزيز ابو سارة علامة كل شيء اللي صار اليوم في المدرسة طبعا بينما نحن في المدرسة زارة المدائن وإذا بقنابل الغاز أمام المدرسة وتأثر البنات حوالي 30-40 طالبة أغمي عليهن ونقلنا بعضهن إلى العيادة في قرية بيت أمر ما بنعرف ما وعينا فجأة ما وعينا إلا هالغاز بطبع المدرسة سكرنا الشبابيك ما زبطش سكرنا الأبواب ما زبطش فلقينا البنات كلنا صف اول وصف ثاني اكثر شيء هذول اغمي عليهم ونقلنا بعضهم الى عدوان لقينا كمان طلعنا على الطابق الثاني رغم ذلك لقينا الغاز مل الغرف لا صار لا دراسه ولا حاجه وحولنا كلياتهم على العياده في بيت امه حوالي اقل شيء 30 طالبه وانا عالجت منهم بنفسي بشخصيتي يعني